عثمان ده لازم يتعلم الادب عشان ما عمليش اعتبار وهان مراتي. عثمان ده لازم يندرب. ولا اتكلم على قدك يا بابا، انت اتكلم على قدك. مين ده اللي يستجرم يطرد خالي من بلده؟ ولد منك لو ما هو اصل قله الادب في البيت دي بقت عيني عينك كده، مش محتاجه مجهود. واللي حصل من اخوك لامي ده مش قله ادب؟ ضربه تخرم ودنك اليمين على الشمال علشان ينفذوا على بعض. جرايا ولا هو في حد حامي ارضنا غير اخويا عثمان؟ وبعدين تعالى هنا، امك مالها تروح لاخويا ليه؟ ها فكيكه قوي فركوكه راح تفتش وتنقب. انا اللي بعتها يا امال. انت يعني انت كنت بتستعبطني بتستهبلني يا عاصم وتجرجرني وراك للمستشفى وانت مسلط مراتك على اخويا عثمان؟ عشان اخوك يا حرامي ومعايا الدليل، وكان لازم اعمل له تفتيش مفاجئ. تفتش على اخويا عثمان؟ قلبي وربي غضبانين عليك، قلبي وربي غضبانين عليك. وانت يا صفراويه رايحه تفتشي على اخويا عثمان ليه؟ ده انت مالكيش اكتر من مضع ما تحط رجلك. لك ايه اكتر من اللي ليا يا وليه؟ لو اخوكي شريف هيزعل ليه؟ اخويا اشرف منك ومن عيلتك الخطافين النصابين. عثمان سرقني ومعايا الدليل، اكتر من 1.5 مليون مسروقين، ده غير الاحتيال بتاعه في شراء الارض. ايه عايزاني اسكت لغايه ما الاقيه مستولي على كل حاجه؟ ما هي دي خطتهم اللي اتكشفت. والنبي كده يا عمي، عمي سامع اللي بتقوله واللي بيقوله؟ ما تقول حاجه. علام وغم. ايه ما انتش مصدقه كل الادله اللي مع بابا يا ام البطل؟ ولا اسمع، انا بحذرك لو فتحت بقك بكلمه تانيه همسح بيك بلاط البيت. زي ما انا سامع وساكت انت كمان ما تتكلمش ولا تفتح بقك، تحط لسانك جوا بقك، ده فاهم؟ اوعى. فاكرني مت يا عاصم؟ بتفتش ورا ابن عمك؟ ويا ريتك رحت بنفسك، لكن يا خساره. يعني يا بابا كنت عاوز يبعت له اخته تفتش عليه؟ ده كلام رجاله مش كلام حريم. طلع مراتك يا عاصم فوق، وانت يا رأفت. ايوه جدي. دخل امك جوه. حاضر يا جدي. يلا يا ماما. يلا يا ماما. معلش يلا. وابو حصلوني على التكعيبه على مشايع لعثمان، ونشوف الحكايه ايه بالظبط. بعد اذنك يا بابا، الموضوع يخصني وانا اللي اتهنت واترفع عليا المسدس، وهاخد حقي بالبوليس. ان كان ليكي حق هتاخديه. اتفضلي. ولا يا حامد. ايوه جدي. انت راجل يا ولا؟ وانا مش حفيد الغرباوي ولا ايه يا جدي؟ طيب سندني لحد التكعيبه. يا حاج غرباوي، يا حاج غرباوي، العيعك في ايه يا ولد؟ انت في ايه اللي ضربت عليا يا باشمهندس؟ واضح انها فعل فاعل. البحث الجنائي هيدينا المفيد، لكن مش ملاحظ ان دي اول مره تحصل في ارض الغرباوي؟ ده تاني بلاغ في اسبوع. واضح ان الجاني من العيلة ومش راضي عن تصرفات الغرباوي. ايه جدي؟ خليك جنبي. انا جنبك يا حبيبي. هيتهموا خالي عثمان بالزور يا جدي؟ هتدافع عنه؟ رأفت بيه، عاوزك في كلمة. عايز ايه يا محروس؟ مش كفاية اللي انتوا عملتوه مع الدكتورة سلوى؟ خالك عثمان كان موصيني انا وعشر رجاله نحرس الاداره قبل الحريقه. تحرسوها ولا؟ عيب يا رأفت بيه، احنا كنا محاوطين المكان، واحلف لك يمين الله ما حد خرج ولا دخل من ساعه عثمان ما مشي لحد لما ولعت. تقصد ايه؟ ان اللي عمل الحريقه من جوه الاداره؟ وما كانش في غير الموظفين. ما تفتحش بقك بكلمة غير لما الغرباوي يأذن، فاهم؟ حاضر. وك
كل حاجة اتحرقت ولا في حاجة قدرتوا تلحقوها؟ واضح ان المتهم ما عندوش خبرة كافية بالحرايق، لان النار ما اثرتش على السجلات عشان كانت مقفولة ومتجلدة كويس. اما مخزن الملفات فده اتحرق بالكامل، وكمان لقينا جيركن بنزين محروق واضح ان استخدمه عثمان الغرباوي في الحريق. مين دي بيقول عثمان؟ عاصم بيه اتهم عثمان الغرباوي بالحريق. وعاصم يتهم عثمان بأي صفة؟ أنا الوحيد اللي أتهم وأقول فلان أو علان، لأن أنا صاحب ملك، لكن عاصم زيه زي عثمان عندي. أنت بتقول إيه يابا؟ انكتم. شو باهر الزبط، أنا حامل الغرباوي وأنا ما بتهمش حد أبدا، وبقول لك امشوا بإجراءاتكم زي ما أنتوا عايزين، وخد الواد محروس ده شاهد في القضية. أيوة أنا شاهد، إن محدش دخل الإدارة أو خرج منها لحد ما سي عثمان مشي وساب الإدارة والحريقة ولعت. خلاص يبقى أنتوا اللي ولعتوها بداله. والله ما حد عايز يولعها غيرك. غور يلا. يعني المتهم واحد من الموظفين؟ يعلم ربنا. المهم إن مفيش حد من عيلتي يقدر يسرق ورقة تخصني. طب وبخصوص اتهام عثمان بيه بالسرقة؟ ما أنا قلت لك أنا اللي من حقي أتهم، وأنا ما بتهمش حد بالسرقة لأن مفيش سرقة تمت عندي. طب والمستندات اللي معاه؟ اللي جايبها لك هو اللي حرامي، لأن عثمان ما بيعملش حاجة من غير إذني. بس أنا متأكد. أنت تاخد مراتك وتروح على المصنع بتاعك، مالكش صالح باللي بيحصل في البلد هنا. حامد الغرباوي لسه عايش، ما ماتش يا عاصم. لو سمحت يا حضرة الضابط، أنا هبعت سيادتك الأستاذ حمدي المحامي بتاعي بعد إذن سيادتك يتابع مع حضرتك. هايل يا ألفت إنه وصل للحقيقة دي بنفسه. المهم قول لي انا اتصرف ازاي. لا ما تتصرفيش، ما تعمليش اي حاجه لغايه ما اجيلك، هي ساعه زمن واكون عندك. بس قولي لي الاول، الاستاذ مصطفى المحاسب والمساعد بتاعه رجعوا مصر ولا لسه؟ طب كويس قوي، خليهم يستنوني في القسم وانتي معاهم لغايه ما اجيلكم. اوكي. حاضر اوكي ماشي يا شوكت، مع السلامه. باي باي. قال لك ايه المستشار القانوني بتاعك؟ صعبان عليه البهدله اللي مبهدلها لك ابوك، وعايزنا نروح بسرعه قسم الشرطه عشان هيقابلنا هناك. بقول لك ايه، انا صحيح مش موافق على تصرفات بابا، لكن لا يمكن اعمل اي حاجه تزعله. اي حاجه تزعله ازاي؟ مش كفايه البهدله اللي مبهدلها لك؟ ما تنسيش انه خارج من ازمه صحيه ومش حمل اي انفعال مننا. مال شاطر بس ينفعل عليك ويسحب البلاغ بتاعك؟ يا راجل ده انت راجل اعمال قد الدنيا، بيتعمل لك مليون حساب. مش كفايه انا مش عامل لك توكيل باداره المصنع وبيصر انه يمضي بنفسه على كشوف اجور العمال؟ انا مش عارفه الراجل ده بيصغرك ليه، مال هيكبرك امتى؟ ده انت قربت تبقى جد. انا كنت ناوي اخليه يكتب لي تنازل بعد خروجه من المستشفى. ابوك؟ انسى الموضوع ده خالص، عمره ما هيعمل لك حاجه، ولا امال واخوها هيسيبوه يعمل لك اي حاجه. الظاهر بقى انهم اغلى عنده منك ومن كرامتي، بس انا بقى هعرفهم ألفة الحوتي كرامتها تساوي قد ايه. مالك يا جدي؟ حاسس بحاجة؟ تعبت يا ولدي، عايز ارتاح واخلص من الهم اللي انا عايش فيه ده. ربنا يخليك لينا يا جدي. مليت الحياة بصراحة، الهم مش عايز يفارقني. اي هم؟ تقصد اي هم يا جدي؟ ألفت هي سر همي، وهي اللي مكدر علي حياتي. غلطة عمري الوحيدة اني سبت ابن عاصم يتجوزها، عاملة زي الزرع الشيطاني اللي بياكل خير الارض ويطلع سمومه يموت بيها الزرع كله. نخلعها من جذورها يا جدي. جذورها تشبكت مع جذورنا، وأي خلع بالقوة هيضيع المحصول كله.
عشان كده لازم اصبر واسكت. وهتسيب خالي عثمان من غير ما تساله عن اللي حصل وعن الكلام اللي بيقوله ابويا؟ انا لو سالت ابن اخويا ابقى بتهمه زي ابوك. وعثمان طول عمره دراعي اليمين. على الاقل اعرف حكايه المستندات اللي مع ابويا. مش دلوقتي والنار قايدة. بعد البوليس ما يخلص تحقيقه ابقى احقق انا بمعرفتي، والحكم هيكون ليا باذن الله.